اليوم يعني اللي بنسويه يعتبر إعادة تدوير. لما يكون هنا مثلاً في علبة مكسرات مثلاً اكسر غطاها للقزاز، فبنعيد تدويرها، ما نحتاجها بنعيد بنسوي إعادة تدوير لها. وهنا مثلاً هذه علبة برضو قزاز حقت مكسرات بنعيد تدويرها، ونجيب أي علب أصغر من اللي بنسوي فيها ونسوي الحين. تفضلي أنت، تبين صغيرة ولا كبيرة؟ عادي صغيرة كبيرة اللي أول شيء راح ناخذ الكبيرة وندخل صغيرة فيها. أدخل أنا بعد؟ إيه، ندخل صغيرة فيها. بعدها إيش؟ راح نحط الورد. وأول نحتاج بعد ورد مجفف. هنا أنا حطيت ورد مجفف أصفر، وهنا الورد اللي تعرفونه يجي مع الورد العادي يعني. ثم نحط منها ثواني، راح نحطها من ما راح نحطها داخل صغيرة، نحطها من وراها من خلفها عشان تكون زينة. إيه، خلصتي كل عشان اخذي حياتي. يا صحبتي هيا بنا، ايه الاطراف عشان شكلها حلو. طبعا مو عادي اي ورد يعني عندكم تحطونه، مو لازم ورد معين، اي ورد عندكم مجفف تحطونه. بزيد كم حبة شوي. تسويها على ذوقك انت، وانا بسويها على ذوقي، كل واحدة ورأيها. اقطي فزهرة حبيبتي، ايوه عجبني الشكل من الحين. الله، شوف الشكل. انا لسه توني احط هذا الورد. أتوقع إنها زهرة الحفلة، لقد رحت أبها ورحت شارع الضباب ولقيتها. تخيلوا أنا جيت في وقت يعني ما كان فيها ورد اللافندر، فلقيت كم حبة طايحة على كذا شيء بسيط، بس كان شكلها حلو يعني. أساسا إحنا مو كنا قاصدين إننا نجيب وقت الورد نفسه. أنا تقريبا كذا خلصت. بعدها شوف يعني الشكل النهائي بيكون بعد قبل ما نحط الشمعة، راح يكون كذا. شوفوا، وأنا حقتي كذا. أنتي راح تاخذين هذه الشمعة وتحطينها بالعلبة اللي داخل. راح نحط الشمعة بالعلبة الصغيرة اللي حطيناها من أول، عشان أنا حقتي صغيرة هذه الشمعة. أي. وآخر خطوة طبعاً الولاعة، وانتبهوا من النار، لازم يكون معكم واحد كبير. أنا بسويها بعد ما ترفعين هذا، بعد ما تضغطين هذا. طبعاً شو اسمه لازم إيه لازم معكم أحد كبير عشان الولاعة تنتبهون منها، تعرفين ولا لا؟ لا والله ما أعرف، أول مرة كذا ولاعة زي كذا. هذه ولاعة كهربائية، ما قد جربتها. إيه، راح تكون هذه الشمعة إضاءتها أحلى والنور خافت يعني. فطفي الانوار، طفت الشمعة يا رب. الله، طفوا زيادة لين تبان نار الشمعة. الله، شو هي لا تشتغل، لما يكون كذا في شيء كذا حلو. هي ما ادري ايش فيها، بعد شوية الولاعة منها. هي بعد الولاعة منها كذا شوي. احنا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أشخاص كبار. شفي شغليها كذا وعلى طول بعدي الولاعة. بالشكل الشمع مو أصلي. اشتغلت قبل شوي، اشتغلت على الشكل، طفت. شوفوا اللي عند دريم، اللي عند دريم شغالة. شوفوا الشكل النهائي، طبعا كذا بيكون شكلها يعني قبل ما نحط النور، يعني بتكون يعني تعتبر هذه زينة. حلو، مثلا إذا جانا ضيوف نقدر نحطها. أي. شكرا لك مرة يا حلو، الصراحة انبسطت بالأنامل وجربت في البيت، لأنها مرة سهلة وتطلع بشكل مرة فخم. أي. مرة بس كذا يكون شكلها
صدق يعني هي إعادة تدوير مرة ممتازة. أنت عارفون أكيد القزاز لازم تكسر، فينكسر غطاها فنسوي إعادة تدوير لها. شكرا لك مرة يا حور، انبسطنا كلنا في الأعمال الذهبية.